وصحبه أجمعين. أهم شيء يمكن أن تقومي به لزيادة وزنك هو تناول أطعمة بها سعرات حرارية أكثر من السعرات التي يحتاجها جسمك يومياً. النحافة الشديدة سببها فقدان الشهية وسوء التغذية، بمعنى الغذاء الغير صحي. الاكتئاب، القلق والحالة النفسية عامة تلعب دور كبير في عدم زيادة الوزن. الديدان المعوية وبعض الأمراض وحتى تناول بعض الأدوية تمنع الجسم من اكتساب الوزن. لذلك سأقدم لكم وصفة مميزة وممتازة لاكتساب الصحة والوزن في نفس الوقت بإذن الله تعالى. وصفة سهلة وبسيطة غير مكلفة لزيادة الوزن. إذا كنتم من الزوار الجدد أدعوكم للانضمام إلى القناة بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وأرجو دعم هذا المقطع بلايك إذا أعجبكم، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. نبدأ على بركة الله. نحتاج في هذه الوصفة إلى المكون الأول والأساسي والمهم، وهو بودرة البطاطا المجففة. نضع بودرة البطاطا المجففة في كسرول على نار هادئة جدا لنقوم بتحميصها، ونستمر في التحريك لكي لا تحترق. نستمر في التحريك حتى نحصل على اللون الذهبي الفاتح، لأننا إذا قمنا بتحميصها جيدا سنحصل على الطعم المر، يعني هذه البودرة يصبح طعمها مر. لذلك يجب أن نحمصها فقط القليل حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح. تساعد البطاطا الجسم على اكتساب الوزن لغناها بالفيتامين سي والألياف، كما تحافظ على الجسم مشدودا وتسهل عملية الهضم. وبهذا نكون قد حصلنا على اللون الذهبي الفاتح، وهذا هو المطلوب في هذه الوصفة. وإذا توقفنا عن التقليب ستحترق معنا البطاطا وتكتسب الطعم المر، لذلك لا يجب علينا التوقف نهائيا حتى نحصل على اللون المرغوب بهذا الشكل. نحتاج إلى المكون الثاني وهو السمسم أو الجلجلان. نأخذ مقدار من السمسم، إما نأخذه محمص أو نقوم بتحميصه بأنفسنا في البيت. نضعه على نار هادئة جدا ونستمر في التقليب حتى نتحصل على اللون الذهبي الفاتح. السمسم من الأطعمة الصحية التي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تزيد الوزن، فالسمسم من الأطعمة التي تمتلك سعرات حرارية عالية جدا. في كل 100 غرام من السمسم نجد 565 سعرة حرارية، وهذا هو المطلوب في هذه الوصفة. نحتاج كذلك إلى المكون الثالث وهو الفول السوداني. يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية، وبهذا فإنه يعالج النحافة، وخاصة إذا تناولناه بشكل يومي ومستمر. نقوم بتقشير الفول السوداني ونأخذ منه مكيالين. هنا لا نقوم بتحميص الفول السوداني مثل البطاطا المجففة والجلجلان أو السمسم، بل نضعه مباشرة في الخلاط الكهربائي ونقوم بطحنه حتى نحصل على عجينة متماسكة. نأخذ مقدارين من الفول السوداني، هذا المقدار الأول، أضع المقدار الثاني ونقوم بضربه في الخلاط حتى نحصل على هذه العجينة. أنا هنا أخذت مقدار صغير، أنتم خذوا على حسب الرغبة، يعني يمكنكم مضاعفة الكمية. بعد ذلك نأخذ مقدار من السمسم، يعني وضعنا مقدارين من الفول السوداني المطحون ومقدار من السمسم المحمص المطحون ومقدارين من بودرة البطاطا المجففة المحمصة.
هنا بودرة البطاطا بدون أن نقوم بطحنها. لديكم الاختيار في إضافة أي نوع من المكسرات لهذه الوصفة، فمثلا يمكنكم إضافة فول الصويا بعد تنظيفه وتحميصه وطحنه كذلك، ويمكنكم إضافة حب العزيز بعد تحميصه وطحنه أيضا، كما يمكنكم إضافة أي نوع من المكسرات التي ترغبون فيها ولكم الاختيار. وإذا أردتم أن تتركوا الوصفة كما هي فلكم ذلك. أنا هنا في هذه الوصفة اكتفيت بوضع الفول السوداني والجلجلان أو السمسم فقط. بعد ذلك نقوم بجمع المكونات. هنا أخذت العسل المصنع، يعني العسل الغير طبيعي أو العسيلة بالعامية الجزائرية. أضفت إليها ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعي وجمعت بهم هذه المواد. وإذا كنت ترغبين في جمع هذه المكونات بعسل النحل الطبيعي لوحده فيكون أفضل. أنا هنا أضفت العسل المصنع الغير طبيعي لأن هذه الوصفة تأخذ كمية معتبرة من العسل. أرجو أن تفهم قصدي بالعسل المصنع، هو الذي نقوم بعمله في البيت أو الذي نستعمله في الحلويات. أرجو أن يكون واضح. تعمل هذه الخلطة على زيادة الوزن فتتخلصين شيئا فشيئا من الجسم النحيف، لأنها تعمل على إبراز وتسمين معالم الأنوثة من خدود وصدر وأرداف وإبرازها وامتلائها مع بقية كل الجسم. والجميل في هذه الوصفة أن الجسم يبقى مثل ما هو بعد اكتساب الوزن، يعني إذا اكتسبت الوزن بعد استعمال هذه الوصفة يبقى كما هو ولا يرجع مثل ما كان في السابق نحيف. وهذا هو القوام المرغوب في هذه الوصفة، يعني قمنا بإضافة العسل حتى تحصلنا على هذا القوام. أنا هنا أخذت كمية صغيرة، يمكنك مضاعفة المكونات حتى تحصلي على كمية كبيرة. بعد ذلك نأخذ علبة زجاجية أو برطمان ونضع فيه الوصفة. هذه الوصفة يمكننا الاحتفاظ بها في أي مكان، يعني لا نضعها في الثلاجة، وإذا كنت ترغبين في وضعها في الثلاجة فلك الاختيار. ودائما أقول لكم أن الوصفات الطبيعية نقوم بعمل كمية تكفي لمدة أسبوع فقط، لأنها لا تحتوي على مواد حافظة، لذلك يمكن أن تفسد معنا إذا بقيت أكثر من أسبوع. بعد ما وضعت كل الكمية في البرطمان سأضيف الكمية الثانية، لأني صورت هذا الفيديو مرتين للأسف، المرة الأولى ضاع مني لذلك تحصلت على كمية مضاعفة من هذه الخلطة. هذه هي الوصفة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لزيادة الوزن، ولكن نتائجها مذهلة وسريعة وراح تظهر من أول أسبوع بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لطريقة استعمال هذه الوصفة فنأخذ ملعقة بعد فطور الصباح، وملعقة كبيرة أخرى بعد الغداء، وملعقة ثالثة كبيرة بعد العشاء، يعني نأخذ 3 ملاعق كبيرة يوميا بعد الأكل، ورايح تكون النتائج من الأسبوع الأول بإذن الله تعالى، ويجب عليكم المداومة عليها حتى تحصلوا على الوزن المرغوب فيه. وهذه كانت الوصفة، نتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها وتستفيدوا منها ولو بالقليل، وما تنساوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناة إذا كنتم من الزوار الجدد، وأهلا وسهلا بكم وبكل من انضم إلى قناتي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.